للنقاش ينضم إلينا من موسكو الأكاديمي والدبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف. أهلا بك سيد ماتوزوف. يعني اتهام الدول الأوروبية من قبل موسكو بأنها رفعت العقوبات عن الأسمدة الروسية بحيث تصلها فقط دون الدول النامية والفقيرة، واعتبرت ذلك أنانية. إلى أي درجة يحرج ذلك الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية ويغير من طريقة تعاملها مع هذه العقوبات؟ بلا أي شك قرار الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات على أسمدة روسية محدود. هذا الرفع محدود بحدود الدول الأوروبية فقط. وإذا روسيا تبيع أن ترسل هذه الأسمدة الموجودة في الموانئ في بواخر في دول أوروبية إلى أي دولة أفريقية آسيوية عربية أو غيرها ممنوع، أما مفتوح الباب لتزويد فقط الدول الأوروبية لهذا مادة أسمدة. طبعا هذا دليل الواضح من نوايا وموقف المتسيس لدول الغربية والولايات المتحدة التي هي في نهاية المطاف وراء كل هذه الدسائس. بلا شك أن هذا يطلب الاهتمام الأكثر للأمم المتحدة، لأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، وكذلك يعني لازم أن دول أوروبية يفكروا وين هؤلاء السياسة، وين علاقات دول أوروبية مع العالم الآسيوي أفريقي، لأنه هذا الموقف الأناني في ظروف الكارثة اليوم كل وسائل الإعلام غربية وشرقية يتكلمون عن هناك الكارثة الغذاء في العالم، يعني نتيجة من عدم وجود واحتمالات نعم المجاعة في بعض الدول. لكن سيد ماتوزوف، يعني مجلس الأمن بعض الدول دعت لإزالة العقبات أمام تصدير الأسمدة الروسية وأيضا الحبوب. ماذا يتوقع في رأيك في ظل هذا الضغط الدولي وأيضا هذه المطالبات الروسية؟ أولا أنا أعتبر أن دور كبير ترجع اليوم إلى دولة تركيا، لأن كل حسب اتفاق اسطنبول بين غوتيريش بوتين وإردوغان أن هناك مطرح وحيد الذي يوزع الأسمدة وهي تركيا. وهذا الموضوع كان على بساط البحث بين بوتين وإردوغان أثناء وجودهم في سمرقند في منظمة شنغهاي، لأن لدي تركيا إمكانية أن يغيروا توجه السفن ليست إلى أوروبا، لأنه الآن بيّن أن 90% من القمح أعطت إلى دول أوروبية وفقط 10% للعالم آخر. وروسيا كما قال بوتين مستعدة أن يزود إلى العالم قيمية 30 مليون طن من قمح هذه السنة، والسنة القادمة مستعدة أن يزيد هذا الرقم إلى 50 مليون طن، هذا من القمح فقط. طبعا إذا فعلا المنظمات الدولية أمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تهتم بخطورة الجوع في العالم لازم أن ينظروا جديا في كل هذه المسائل. روسيا عبرت عن استعدادها أن توزع كل الأسمدة موجودة حاليا في موانئ أوروبية إلى دول الآسيوية وأفريقية مجانا، فقط أقليات بيدفعوا الثمن. أسمدة أصبح أعلنت رسميا أن هذه الأسمدة يمكن أن يوزع مجانا لدول التي تحتاج بها. شكرا. من موسكو الأكاديمي والدبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف، شكرا لك سيد ماتوزوف.